الأكيد إن أي مشجع للأهلي عينه كانت على مباراة المقاولين وجزء من عقله كان بيفكر فيه لقاء النجم الساحلي. إيه الحاجات اللي كسبها الأهلي من ماتش المقاولين وهياخدها معاه للقاء النجم الساحلي، وإيه الحاجات اللي تقلق قبل مباراة مهمة في دوري أبطال أفريقيا؟ ده اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة من صبورة الجول. طبعا الأهلي بيكسب أي خصم في جدول الدوري سواء كان مركزه الثاني أو مركزه الأخير، لأن ريني فايلر مثبت أفكار ومبادئ بينفذها أي 11 لاعب من الأهلي، وبتكون هدفها خلخلة الخصم بشكل أكثر من ممتاز وبسرعة كبيرة جدا. اللي حصل إن في مباراة الأهلي والمقاولين العرب الأهلي كان بيحاول يحرك كل أواشيطه وكل لعبته ناحية اليمين، حسين الشحات مع مجدي قفشة مع جونيور أجاييه، حتى الجناح اللي هو أحمد الشيخ كان بيدخل لعمق الملعب علشان ياخد انتباه كل لعبة المقاولين، يزيد واحد من لعبة الأهلي، يزيد أحمد فتحي ومعاه المان بتاعه علشان يتخلق موقف واحد على واحد لأيمن أشرف علشان يرسل عرضياته أو علشان يخترق لو عنده مهارة أو سرعة. وطبعا نعرفين ان هو ما عندوش كتير من مميزات علي معلول، لكن الطريقة دي خلخلت دفاع المقاولين العرب في أكتر من فرصة وإدت الأهلي أكتر من كرة عرضية ما استغلهاش الأهلي، ودي نقطة مهمة هنتكلم عليها لاحقا. النقطة الثانية اللي اعتمد عليها ريني فايلر علشان يطول زمن الهجمة في الأهلي هي خلق مساحة لمجدي قفشة. إزاي ده كان بيحصل؟ حسين الشحات النهاردة على غير العادة كان بياخد خطوات كتير جدا لورا، هدفه كان ان هو ياخد معاه انتباه الارتكاز فتتفتح مساحة لمجدي قفشة يقدر يخش ياخدها بمنتهى الاريحية. طبعا كان ممكن الارتكاز التاني بتاع المقاولين العرب يجري ورا مجدي قفشة، وقتها كان احمد الشيخ بياخد مساحة كبيرة جدا، ولو طبعا ده ما حصلش فمجدي قفشة كان قادر على ان هو يضيف كتير لهجمات الاهلي، لكن بالتأكيد برضو الفعالية بتاعت الاهلي مفتقدة كتير جدا من وقت إصابة رمضان صبحي. الأهم كمان إن مجدي قفشة ابتدى يبقى فاهم جدا في المساحات وإزاي يستغل المساحات وإزاي ياخد انتباه الخصوم علشان خاطر يساعد زمايله، زي لقطته الكبيرة اللي عملها في الجول. إحنا بنتكلم في إن جونيور أجاييه كان واخد السنتر باك ناحية اليمين، مجدي قفشة أخد السنتر باك لناحية الشمال وجري بيه في عمق الملعب ففضى مساحة لحسين الشحات عشان يدخل منطقة الجزاء ويسجل. الدور ده دور مهم جدا، ناس كتير مش بتنتبه ليه، ناس كتير بتشوف إن مجدي قفشة أقل من المباريات اللي فاتت، لكن في الحقيقة فعالية مجدي قفشة على حدود منطقة الجزاء أهم 100 مرة من وجوده في وسط الملعب ومساعدته في بناء اللعب في الأهلي. نقطة مهمة جدا بقى، هو أصلا ريني فايلر عايز إيه من راس الحربة؟ ليه راح اشترى أليو باجي؟ أليو باجي المفترض ان هو تكبير وتضخيم للامكانيات اللي بيقدمها جونيور أجاييه في ارض الملعب مع الاهلي. في ماتش النهارده جونيور أجاييه كذا مره يطلع من منطقه الجزاء ياخد معاه السنتر باك وبعد كده يقوم عامل الترن بمنتهى السرعه يستغل المساحه اللي هو خلقها لنفسه وياخد الباص من مجدي قفشه اللي كان قاري الملعب بشكل اكتر من ممتاز، وابتدت تبقى في علاقه قويه جدا بينه وبين جونيور أجاييه في منطقه جزاء الخصوم. وجونيور أجاييه بعد كده لما دخل منطقه الجزاء ضيع الكوره دي. طبعا امكانيات جونيور أجاييه الممتازه هي اللي ساعدته في ان هو يقف على الكوره تحت الضغط، قادر ان هو يعمل الترن من قلب الدفاع وقادر انه بسرعه يلحق ياخد الكوره البينيه من مجدي قفشه، لكن في النهايه بيضيع الفرصه دي. لو أليو باجي مش بيضيع الفرصه دي الاهلي هيبقى بيكسب مهاجم سوبر، مهاجم عنده عقلية ريني فايلر في أرض الملعب، وفي نفس الوقت هيبقى بيكسب جونيور أجاييه كمان ناحية الشمال، وهو لاعب من اللعيبة المهمة جدا اللي ممكن تبقى بتعوض غياب رمضان صبحي في نقطة القوة البدنية والقدرة على استلام الكرة تحت الضغط. النقطة الأخيرة في الحاجات اللي استفاد فيها الأهلي من مباراة المقاولين العرب هي محمود متولي. في الحقيقة محمود متولي يمكن عنده لسه شوية مشاكل دفاعية في وسط الملعب وهو بيلعب ارتكاز، لكن النقطة السوبر في اللاعب ده انه قادر يعمل الباص القطري او الباص الطولي بمنتهى القوة وبمنتهى الاحترافية، حاجة كده مسطرة، يعني كان قادر في كل مرة الخصوم وحاطين عليه ستارة على اللاعب بتاع الاهلي يعمل الباص مهما كان صعب في العمق ويستلمه لاعب الاهلي بامتياز، وبالتالي يدي قوة ويدي سرعة كبيرة لهجمة الاهلي ويخلي الهجمة هجمة مباشرة مش فيها ما فيهاش وقت كتير بيضيع، وبتساعد الخصم طبعا الوقت ده على ان هو يرجع صفوفه كلها للوراء. فدي المميزات والمكاسب اللي كسبها الاهلي النهارده. ايه بقى المشاكل اللي قابلت الاهلي في ارض الملعب؟ المشاكل اللي قابلت الاهلي في ارض الملعب كانت اكتر من حاجه. النقطه الاولانيه كانت المساحه اللي ما بين ياسر ابراهيم وايمن اشرف. المساحه دي لعب عليها محمد سالم كتير جدا النهارده، كان المقاولين بيلعب على ان الجناح الشمال يسيب مكانه، شكري نجيب يدخل لقلب الملعب فيكون هو مهاجم، سالم مهاجم، وسيف الدين الجزيري راس المثلث بتاعه، وسالم يحاول يستغل المساحه الفاضيه اللي بتتخلق من تقدم ايمن اشرف. المفروض هنا ياسر ابراهيم يكون بيقابل محمد سالم بره منطقه الجزاء
يقطع الكوره منه قبل ما توصل له، او على الاقل يلتحم معاه ويستخلص منه الكوره من غير فاولات. لكن في الحقيقه ياسر ابراهيم عمل اكتر من فاول على محمد سالم، سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. النقطه دي نقطه تقلق. طيب ايه تاني يقلق؟ ان محمود متولي في ارض الملعب هو قادر يعمل الباص الطولي بشكل ممتاز، لكن في كل مره كان بيبقى بيحاول يحمي الاهلي علشان ياخد الكره الثانيه ما كانش بيعملها بالسرعه الكافيه. يمكن احمد فتحي في كلاعب ارتكاز يكون عنده قوه وسرعه ونشاط اكبر من محمود متولي في استرجاع الكره للاهلي بسرعه وفي الفوز بالكره الثانيه، لان دي نقطه مهمه جدا. النقطه الاخيره بقى ان الاهلي في وجود حسين الشحات، احمد الشيخ، مجدي قفشه، وجونيور اجاي، ما عندوش غير جونيور اجاي بس هو اللي بيعرف يلعب بالهيد في الضربات الثابته او في الكرات العرضيه اللي بيحاولها لاعبو الاهلي لمنطقه جزاء الخصوم. فيا اما الكرات العرضيه تبقى منخفضه الطول، يا اما الاهلي يحاول يدور على عنصر اضافي في وسط الملعب يحطه في منطقه جزاء الخصوم، يا اما وده الافيد ان وليد سليمان يكون موجود في التشكيل الاساسي في مباراه النجم، لانه قادر على ان هو يحسم الالتحامات، قادر على انه يحسم الكرات المشتركه والكرات العرضيه ويسجلها بالهيد، وبالتالي يحسم للاهلي نقاط ومباريات ربما بعد كده بطولات.